لسه ما حدش اتكلم. هنعملوا ايه؟ ده بقالي يومين. الو اديكم اوعى حد يلمسه. سلاح؟ سلاح ايه؟ مفيش سلاح. الواد عندكم لو عاوزين تذبحوه اذبحوه، لكن سلاح لا. ولدي ولدي يا ابو هيبه، ولدي اصبري يا خديجه، ولدي يا غنيمه اصبري، ولدي لا اله الا الله. اتفضلي يا بنتي اتفضلي. بتقول ايه يا ابو هيبه؟ انا مش مصدق اللي بيحصل. هتسيبهم يقتلوا كريم؟ هتسيبهم يقتلوا ولدي؟ حرام، ده لسه شاب صغير يا ولاد. ما تديهم السلاح اللي هم عاوزينه، ما هم لقح في المخازن هنا وهناك. قول لجوزك يتلم يا زكيه، محدش بيحب كريم كدي. ولدي يعني عليك يا ابني. ولدي ولدي يا ناس. كده برضو يا ابو هيبه؟ اول ما احس ان الدنيا ضحكت لي، اول ما ارجع يبتدي الهم من تاني. ايه البيت من اولها كده هياخدك مني؟ باين يا ناهد حظك مش هيتغير، بس لا انا مش هسيبك، مش هخليك تضيع مني ابدا. قوم يا قوم قوم قوم. كده هيموت من قله الاكل. سيبه ياكش يولع، المهم يدينا السلاح. رفض يدينا السلاح، ما عندناش حل غير القتل. دكتور لو حصل لي اي حاجه كلم امينه اختي. انت عندك سكر او ضغط؟ لا. بتشرب خمور او اي مخدرات؟ قلت لي اسمك ايه؟ انت مستني ليه؟ عايزة ما حقدرش اديهم السلاح يا صباح، ده وعد واخده على نفسي. هتسيبهم يقتلوها منصور؟ لو كان ممكن يقتلوني بداله كنت عملت كده. خد اختك يا كريمة واطلع بره، معوش حد معايا خالص. ولدي ولدي يا غنيمة، ولدي يا ابو هيبة. خلي بالك المرة الجاية، اللي جاد مش كويس عليها. بس انت فاهم غلط خالص. ما تنسيش الحقنة والأدوية اللي أنا كتبتها لك. تشكينا يا دكتور.
أنا هوصلك. يا فندم. انت شايف ايه معاليك؟ ما تخافش يا ابو هيبة، ما تخافش، مش هيقتلوه. انا ما حديلهمش سلاح. وبعدين بقى، ما هم لو اتصلوا النهاردة يبقى خلاص اتحلت، هيطلبوا فلوس. فوق فوق فوق. طب اتشعل على روحك. استنى، قلتلوش. الو، حاضر حاضر. كل واحد يزور. الحمد لله على السلامة حبيبي.